السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتعلن عن برنامج اللغة الإنجليزية عن بعد. بتعلن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بدء التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية عن بعد لخريجي دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات صباحي ومسائي. طبعا بإمكانك التقديم على هذا البرنامج باختيار فترة واحدة فقط، إما صباحي أو مسائي، عن طريق البوابة الإلكترونية للقبول. الفئة المستهدفة خريجي وخريجات دبلوم الكلية التقنية. شروط القبول في هذا البرنامج، برنامج اللغة الإنجليزية عن بعد صباحي ومسائي، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، أن يكون المتقدم خريج دبلوم الكلية التقنية فقط، ألا يكون المتقدم خريجا أو مستمرا في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، أن يكون المتقدم لائقا طبيا. يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية، ألا يكون المتقدم قد طوى قيده أو مفصولا تدريبيا من أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة فصول سابقة من تاريخ التقديم، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل. ألا يكون المتقدم مفصولا تأديبيا من أي جهة تعليمية أو تدريبية تتم المفاضلة بين المرشحين وفق النسبة الموزونة، معدل دبلوم الكلية التقنية 70%، حداثة التخرج 30%. البرنامج ده برنامج تأسيسي لخريجي دبلوم الكلية التقنية، وتقريبا هو 18 أسبوع. مدة البرنامج تقريبا 18 أسبوع. طبعا له مكافأة سواء كان صباحي أو مسائي، تقريبا 990 ريال. البرنامج بيحدد مستويات اللغة الإنجليزية. طبعا يتم القبول مبدئيا، عندما يتم قبولك مبدئيا يتم إرسال رسالة تسمى رسالة اختبار مستوى. هيجي لك اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية الخاص بك. وطبعا ده مهما كانت درجة الاختبار ده، طالما تم قبولك خلاص الاختبار ده بيقيس مستواك عشان يتم وضعك في المستوى المناسب. إذا كنت جيد يتم وضعك في المستوى الجيد، إذا كنت ضعيف يتم وضعك في المستوى الضعيف، وتبدأ من البداية حتى يتم تأسيسك جيدا في اللغة الإنجليزية. إجراءات أعمال القبول النهائي ببرنامج اللغة الإنجليزية عن بعد صباحي ومسائي. يتاح التقديم على بوابة القبول لخريجي دبلوم الكليات التقنية فقط. يتم استيراد مؤهل الدبلوم لخريجي الكليات التقنية. يتاح للمتقدم على البرنامج التقديم على فترة واحدة فقط. يتم الفرز المركزي إلكترونيا للمرشحين للقبول، ويكون حسب شروط القبول المعلنة. بعد إجراءات الفرز سيتم تحديد المقبولين مبدئيا في البرنامج، ويتاح للإدارة المختصة إجراء القبول النهائي بالإضافة للتواصل مع المرشحين للقبول وإرسال مواعيد اختبار تحديد المستوى والتأكد من صحة المعلومات المدخلة وتوقيع التعهدات. في ملحوظة ذكرناها سابقا، سيتم صرف مكافأة شهرية للمتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج خلال الفترتين الصباحية والمسائية. يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 4/9/1444 الموافق 26/3/2023، من 4 رمضان 1444 26 مارس 2023، ده فتح بوابة القبول، حتى الثلاثاء 6 رمضان 1444 28 مارس 2023 الساعة 12 ظهرا، ده فتح بوابة القبول وغلقها. بعد ذلك إجراءات الفرز ومراسلة المرشحين للقبول المبدئي. يبدأ من الأربعاء 7 رمضان 1444 29 مارس 2023 حتى يوم الاثنين 12 رمضان 1444 3 أبريل 2023. إنهاء إجراءات القبول النهائية من الثلاثاء 13 رمضان 1444 4 أبريل 2023 إلى الأربعاء 21 رمضان 1444 الموافق 12 أبريل 2023. في النهاية طبعا أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.